السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الثالث التجاري شعبة الشؤون القانونية، معاكم أستاذ محمد عرفات. إن شاء الله هنعمل النهارده مراجعة عامة ونهائية لمادة الإجراءات الجنائية. هنحاول بقدر الإمكان في الأسئلة اللي عندنا إن احنا نغطي جميع أجزاء المنهج. هناخد أسئلة سواء مصطلح علمي أو تعريفات، هنتكلم عن مثلا الشروط والخصائص، هناخد شوية أكمل على اختيارات. هنبدأ كده على طول مراجعتنا السريعة إن شاء الله. مادة الإجراءات عايزة تركيز مش أكتر ولا أقل، يعني هي فيها حفظ وفيها التركيز، لو أنت فهمتها هتلاقي الموضوع سهل جدا في الحل وفي الحفظ. بداية كده هنبدأ معانا على السؤال الأولاني اللي هو أكتب المصطلح القانوني المناسب أمام العبارات الآتية. وارد السؤال يجي لك في الامتحان عرف هذه المصطلحات أو أكتب المصطلح العلمي، وارد يجي لك بأكمل. فبداية كده في أول حاجة في المنهج بيقول لك هو كل فعل أو تصرف غير مشروع يقرر له القانون عقاب. إيه دوت؟ الجريمة، اللي هو أي فعل أو تصرف غير مشروع غير مباح، يعني مش من حقك إن أنت تعمله، فالقانون أعطى ليه عقاب، فبالتالي دوت بيسمى جريمة. طيب أنا لو أنت ضررتني هضطر أرفع عليك دعوة، فاسمها الدعوة جنائية. فيعني إيه كلمة دعوة جنائية؟ هي ملاحقة الجاني وإقامة الأدلة على ارتكاب الجريمة وإحالته للمحكمة. خلي بالك في الدعوة الجنائية هنا أنا قلت ثلاث حاجات: بلاحق الجاني أكني بتتبعه وبدور على الأدلة اللي تثبت إن هو ارتكب الجريمة، زائد بعد كده بنحيله للمحكمة. تعريف آخر: هو الخصم الذي وجه إليه الاتهام عن طريق تحريك الدعوة الجنائية ضده، او هو اللي هو شخص طبعا هنقول عليه المتهم، اللي هو بنقول عليه الجاني، يعني ممكن نقول عليه الجاني او المتهم، يبقى هو الخصم الذي وجه اليه الاتهام. في بعد كده هو التنازل عن الدعوى المدنيه امام القضاء الجنائي مع التمسك باصل هذا الحق. انا بتنازل يعني بترك الدعوى المدنيه. خلي بالك انا ممكن اتنازل عن الدعوى المدنيه وليس الدعوى الجنائيه، وكمان شويه هنوضح الفرق ما بين الدعوى المدنيه والدعوى الجنائيه. الدعوى المدنيه هنا لما بكون بطالب بتعويض من شخص ضرني، يعني مثال بس بسيط، واحد جه اعتدى عليا وعورني زائد ان هو كسر العربيه، كده ارتكب جريمتين. ففي دعوة جنائية ممكن أرفعها عليه، وفي دعوة مدنية ممكن أرفعها عليه. الدعوة الجنائية لو أنا عايز أحبس الشخص ده عشان هو ضرني وعورني، أما الدعوة المدنية إن أنا عايز تعويض عن الأضرار اللي أصابت العربية بتاعتي. فأنا في موضوع التعويض أنا اللي هو الدعوة المدنية يجوز إن أنا أتنازل، ما فيش أي مشكلة خالص. أما في الدعوة الجنائية أنا ممكن أتنازل، أو النيابة مش هتتنازل في النهاية، لأن النيابة مش هدفها إن هي تحميني أنا فقط لا غير، ولكن هدفها تحمي المجتمع كله من المتهم اللي ارتكب الجريمة. فالدعوة المدنية هي اللي أنا من حق إن أنا أتنازل عنها وأتركها، فهنا بنسميها ترك الدعوة المدنية. في تعريف تاني اللي هو جمع المعلومات عن الجريمة ومرتكبها لإنارة السبيل أمام سلطة التحقيق عند القيام بجمع الأدلة. يعني إيه هنا دوت؟ الاستدلال، إن أنا بجمع أي أدلة عن شخص مرتكب الجريمة عشان أسهل الأمور على سلطة التحقيق. فهنا بعمل حاجة اسمها استدلال، يعني بجمع معلومات مش أكتر ولا أقل. طيب في برضو تعريف تاني اللي هو اكتشاف الجريمة لحظة وقوعها أو بعد وقوعها بفترة بسيطة أو بمرها بسيطة. يعني إيه؟ يعني التلبس، اللي أنا بشوف الجريمة وقت ارتكابها، الجريمة حصلت حالا فأنا شفتها، فهنا يعتبر إن بنسميها في القانون تلبس. وكمان شوية برضو هنعرف حالات التلبس، لأن حالات التلبس ذكرت في القانون على سبيل الحصر، هم خمس حالات هنذكرهم على سبيل الحصر. طيب في بعد كده هو سلب حرية الشخص بإيداعه في مكان معد للحجز لمنعه من الفرار تمهيدا لسماع أقواله فيما هو منسوب إليه. أنا بسلب حرية الشخص وبحطه في مكان معد للحجز عشان أمنعه من الفرار. إيه هنا؟ ده اسمه القبض، إن أنا بقبض على المتهم عشان ما يهربش، وعشان طبعا أوجه ليه الاتهام وأقدر أحقق معاه. في برضه تعريف تاني هو إجراء يقوم به رجال السلطة العامة في سبيل التحري على الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغوا اشتباه تبرره الظروف. هنا اسمه استيقاف. الاستيقاف هنا خلي بالك مش زي القبض، الاستيقاف حاجة والقبض حاجة. الاستيقاف ده أنا لسه ما أعرفش مين اللي ارتكب الجريمة، أنا ببحث عن أي خيط يوصلني لارتكاب الجريمة، فبعمل استيقاف. زي مثلا ممكن أوقف عربية ولا حاجة وأبتدي أشوف الناس اللي موجودة فيها مين، وأبتدي أشوف البطاقات بتاعتهم، فهنا بيسمى استيقاف. في بعد كده
هو توجه المحقق للمكان الذي ارتكبت فيه الجريمة حيث توجد الآثار التي تخلفت عنها دوت الانتقال. وطبعا دي من إجراءات جمع الأدلة. لما بكون عايز أوصل لمين اللي ارتكب الجريمة فعندي إجراءات بتسمى إجراءات جمع الأدلة زي الانتقال والمعاينة زي التفتيش زي سماع الشهود زي ضبط الأشياء والتصرف فيها زي الاستدلالات والمواجهة وزي المواجهة. فهنا بنقول ان التعريف بتاعنا هو توجه المحقق ايه للمكان الذي ارتكبت فيه الجريمه حيث توجد الاثار التي تخلفت عنها دوت بنسميه الانتقال. في برضه تعريف تاني هي مشاهده واثبات حاله الاماكن والاشياء والاثار التي توجد في محل ارتكاب الجريمه. هنا بيقول لك مشاهده واثبات حاله الاماكن، يبقى دوت تعريف الايه؟ المعاينه، اللي انا بروح وبعاين موقع الجريمة، الموقع اللي ارتكبت فيه الجريمة، برفع بصمات، بسمع لشهود، بسمع لناس مشتبه فيهم، بشوف الكاميرات وبفرغ الكاميرات، فهنا اسمها معاينة. في تعريف تاني هو إبداء رأي فني من شخص متخصص يستند فيه على أسلوب علمي في مسألة تتعلق بدعوة جنائية. ايه دوت؟ دي الخبرة. احنا قلنا أعوان القاضي، عندي ثلاث معاونين للقاضي: ممثل النيابة، أعوان القاضي، الخبير والمحضر. الخبير والمحضر وممثل النيابة دول بيعاونوا القاضي. فعندي الخبير دوت أو الخبرة إن أنا بجيب مثلا أنا قاضي ما قدرش أعرف سبب انهيار عمارة أو سبب وفاة شخص، فبضطر أو مثلا الخط اللي قدامي خط مين أو الصوت اللي اتكلم في تليفون ده صوت مين، فبضطر إن أنا أستعين بشخص الخبير، فهنا بتسمى الخبرة، ودي طبعا من إجراءات جمع الأدلة. كذلك برضو عندي الشهادة، هي إدلاء الشخص بأقواله عن وقائع أدركها بحاسة من حواسه اللي هو سواء النظر أو السمع أو الشم، زي مثلا واحد بقوله أنت شفت إيه أو سمعت إيه أو الشم لو أنا بتهم شخص مثلا بشرب مخدرات أو حاجة زي كده، فبسأل واحد تاني هل أنت شميت أي ريحة للمخدرات أو الحاجات دي ولا لأ، فهنا يبقى اسمها الشهادة، ودي برضو من إجراءات جمع الأدلة. في عندي برضو تعريف تاني هو البحث عن أدلة تفيد نسبة الجريمة التي وقعت لمرتكبها. أنا عايز أنسب الجريمة التي وقعت لمرتكبها فبدور على أي دليل، فهنا بيسمى إيه؟ تفتيش. لما بفتش شخص عشان أدور على أي حاجة تثبت إن هو اللي ارتكب الإيه؟ الجريمة. في تعريف تاني هو المكان الذي أعده حائزه لإقامته، ولا يشترط أن يكون الحائز هو المالك. إيه المكان دوت؟ ده السكن. وعلى فكرة السكن مش شرط يكون ملكك، انت ممكن تكون مؤجر المكان او قاعد فيه، يعني المهم المكان تحت حيازتك وخلاص، بغض النظر هو ملكك ولا ايجار ولا واحد مدولك تنتفع بيه، بس هنا بنسميها سكن. تعريف اخر هو مناقشة المتهم تفصيليا في التهمة الموجهة اليه، وهو من اهم اجراءات التحقيق اللي هو مين؟ الاستجواب. وفي تعريف ثاني هو استضاح المتهم عن جريمة المنسوبة إليه بغير مناقشة فيما يثار حوله من شبهات، وهو من إجراءات الاستدلال، وده سؤال المتهم. وقبل ما ننتقل عن النقطتين دول عايز أفرق لك ما بين الاستجواب وسؤال المتهم. خلي بالك الاستجواب ده أنا بوجه لك التهمة وبناقشك فيها، أنت ارتكبت جريمة فبتقول لي لا إزاي ده أنا معايا شهود ومعايا بصمات وفي ناس شهدت عليك وفي أوراق أنت كذب، يعني بقى أعمل إيه؟ بوجه التهمة وبناقش المتهم في التهمة الموجهة إليه، فدوت بيسمى استجواب. والاستجواب أكيد كده طالما بعمل مناقشة يبقى دوت من إجراءات التحقيق. أما سؤال المتهم أنا بوجه لك التهمة دون مناقشة، أنت عملت الجريمة؟ لا، وقد أنكر المتهم ارتكاب الجريمة. ده سؤال متهم. سؤال المتهم من إجراءات جمع الاستدلالات وليس من إجراءات التحقيق. أنا كل فيها بوجه لك التهمة، قلت قلت لا، هسجل اللي أنت قلته من غير أي مناقشة ولا إن أنا أناقش معاك في الجريمة نهائي، لأن دوت من إجراءات الاستدلال. أما في التحقيق لا، أنا لازم هوجه لك تهمة وأناقشك فيها، فدوت اسمه استجواب. في تعريف آخر هو دعوة المتهم للحضور أمام المحقق لسماع أقواله أو لاستجوابه أو لاتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه. هنا بيسمى أمر بالحضور. أنا ببعت دعوة لمتهم إنه يحضر في مكان وزمان معين للتحقيق. خلي بالك ده بيسمى امر بالحضور، لان انا عندي امر بالحضور، امر بالقبض والاحضار، حبس احتياطي، ثلاث امور. الامر بالحضور ده دعوه غير ملزمه، لان يجوز للشخص اللي انا بعت له الدعوه ان هو يلبي الدعوه او يرفضها، يعني ممكن يجي وممكن ما يجيش، ما عندناش اي مشكله، بس لو مش هيجي لازم يقدم عذر مقبول.
في الحبس الاحتياطي هو إجراء تحقيق يتوح حجز المتهم مدة من الزمن تراعي فيها مقتضيات التحقيق وتحاج تأثيره على الأدلة وتفادي هروبه. في برضو إجراء عندي تاني بيسمى حبس احتياطي. أنا بحبس متهم، فكرة الحبس إن أنا خايف لو أنا سبته بره الحبس هيهرب أو إن هيخفي الأدلة اللي تثبت إن هو ارتكب الجريمة. في أوراق تثبت إن هو ارتكب الجريمة لو إحنا اطلعنا عليها نقدر يعني إن إحنا نحاكمه ونقدر نعرف أطراف كل حاجة في الجريمة، فأنا لو سبته بره هيخفي هذه الأوراق، هيولع في هذه الأوراق، فأنا في الحالة دي بعمل له حبس احتياطي عشان أمنعه من الهروب وكذلك عشان ما يخفيش الأدلة. وفي نقطة كمان عشان ما يهددش الشاهد، وارد يكون في شاهد شافه وهو بيرتكب الجريمة، لو أنا سبت المتهم ده بره الحبس في الحالة دي ممكن يعمل إيه؟ ممكن يهدد الشاهد يقول له إياك مثلا إن أنت تشهد عليا هموتك، يعني هيهدده بأي تهديد، فبالتالي هيكون برضو شال مننا خيط كان من السهل يوصلنا لارتكاب مين اللي ارتكب الجريمة. في بعد كده الأمر بقال وجه لإقامة الدعوة. عندي أمرين، في أمر اسمه الأمر بقال وجه لإقامة الدعوة، وفي أمر بيسمى الأمر بالحفظ. الأمر بقال وجه لإقامة الدعوة هو أمر يصدر عن سلطة التحقيق يتضمن إنهاء التحقيق الابتداء بعد أن يكون قد بدأ وبه لا تستكمل الدعوة الجنائية سيرها. أما الحفظ الإداري هو أمر إداري من أوامر التصرف في التحقيق تصدره النيابة العامة لتصرف النظر عن استكمال التحقيق وتحفظ الدعوة. خلي بالك في فرق ما بين الأمر بقى لوجه لإقامة الدعوة والحفظ الإداري. الأمر بقى لوجه لإقامة الدعوة هو أولا أمر قضائي ممكن يصدر من النيابة العامة وممكن يصدر من قاضي التحقيق. الفكرة بتاعته إن النيابة أو القاضي حقق في الموضوع اكتشف ان مفيش جريمة، ففي الحالة دي هيعمل ايه؟ هيقول للشخص رافع الدعوة مش من حقك ترفع الدعوة، فيصدر امر اسمه الامر بلا وجه لإقامة الدعوة، مش من حقك ترفع الدعوة. اما الحفظ الاداري هو امر او اجراء اداري وليس قضائي، يبقى الامر بلا وجه لإقامة الدعوة قضائي، اما الحفظ الاداري هو امر اداري بس بيصدر من مين؟ من النيابة العامة فقط، على عكس الامر بقال وجه لاقامه ايه الدعوه كان بيصدر اما من النيابه او من قاضي التحقيق. يبقى هو امر اداري من اوامر التصرف في التحقيق تصدره النيابه العامه برضو لتصرف النظر عن استكمال التحقيق وتحفظ الدعوه. خلي بالك هو المفروض بعد ما النيابه بتحقق في الموضوع بتحيل الدعوه للمحكمه، ده الطبيعي صح كده؟ يعني بعد ما تكتشف ان انت فعلا ارتكبت الجريمه هي مش هتحكم عليك، هي هتحيل الدعوه للمحكمه والقاضي هيحقق تاني يعمل تحقيق نهائي ويصدر الحكم والحكم ضدك. طيب هنا النيابه اكتشفت ان الجريمه اللي قدامها مش جريمه او ان الفعل فعل مباح، فهتعمل ايه؟ هتحفظ الدعوه او هتصدر حاجه تسمى الامر بقى لوجه لاقامه الدعوه. تعريف اخر اللي هو تعريفات بتاعه المحاكم. انا عندي نوعين من المحاكم، في محاكم عاديه ممكن اقول عليها محاكم عاديه او جنائيه، وفي محاكم استثنائيه لا محاكم خاصه. يبقى في محاكم عاديه وفي محاكم ايه؟ استثنائيه. أولا المحاكم العادية هي صاحبة الاختصاص الأصيل في نظر كافة الدعاوي الجنائية، أي دعوة جنائية أنت ارتكبتها اللي هيختص بالنظر هذه الدعاوي المحاكم العادية، بتسمى محاكم عادية ومحاكم جنائية، زي مثلا محكمة الجزئية، محكمة الجنح المستأنفة، محكمة الجنايات، محكمة النقد، دي كلها محاكم عادية. في محاكم تانية بتسمى محاكم استثنائية أو خاصة، دي محاكم مختصة بجرائم معينة أو بأفعال معينة أو بأشخاص معينة، زي هي محاكم تختص بالفعل بالفصل في الدعاوى التي تقع من فئات معينة من الناس أو جرائم معينة أو جرائم يرتكبها أشخاص تتوفر فيهم صفة معينة، زي الجرائم اللي بيرتكبها أي عسكري بيتحول إلى محاكم عسكرية، الجرائم اللي بيرتكبها الحدث اللي هو السن بتاعه أقل من 18 سنة فهنا بيتحول إلى محاكم الأحداث، وفي جرائم أخرى جرائم معينة بتختص فيها محاكم أمن الدولة. لأن عندي المحاكم الاستثنائية ثلاث أنواع من المحاكم، محاكم أحداث ومحاكم عسكرية ومحاكم أمن الدولة. في بعد كده تعريف يقول لك هي مباشرة المرافعة شفاها بمرأة ومسمع من الجمهور، يعني بقول للمتهم قوم اتكلم وقول اللي عندك قدام الناس اللي قاعدة، قوم يا شاهد اتكلم وقول اللي عندك قدام الناس اللي قاعدة. أفهم.
قفلت الامتحان فجأة لقيت الدرجة بتاعتك جاب مثلا الامتحان كان من 50 وانت مقفله جبت 5 من 50، بتعمل ايه؟ طبيعي بتروح تعمل حاجة اسمها التماس او تظلم. نفس النظام هنا بقى في الاحكام، انا صدر ضد حكم شايف ان انا بريء، هعمل ايه؟ هطعن على الحكم، بتظلم منه، محاولة ان يقل الحكم او يتلغي الحكم من عليا. طيب فدي بنسميها طرق الطعن. في تعريف تاني، طب طرق الطعن اصلا عندي كذا طريقه على فكره، بتنقسم لنوعين، طرق عاديه وطرق غير العاديه. الطرق العاديه زي الاستئناف والمعارضه، الاستئناف بيكون في الاحكام الحضوريه، اما المعارضه بتكون في الاحكام الغيابيه. وفي عندي الطرق الغير عاديه زي النقد وزي التماس اعاده النظر. طيب يعني ايه طب استئناف؟ الاستئناف هو طريق طعن عادي، بطعن على الاحكام الابتدائية الصادرة من محاكم أول درجة. طب بطعن قدام أنهي محاكم؟ قدام محاكم ثاني درجة. أنا عندي نوعين من المحاكم، محاكم أول درجة اللي هي محكمة الموضوع اللي بتصدر حكم، الحكم اللي هيصدر من محكمة الموضوع ده بيسمى حكم ابتدائي. الحكم الابتدائي وارد إن أنا أكون شايف إن أنا مظلوم فأضطر أطعن عليه، طالما حكم ابتدائي وصادر من محاكم أول درجة يبقى أطعن عليه بالاستئناف. طب هل أطعن قدام نفس المحكمة؟ أكيد لا طبعًا، بطعن قدام محكمة أعلى درجة، ممكن نقول عليها أعلى درجة أو ثاني درجة أو آخر درجة اللي هي محكمة الاستئناف. الفكرة بتاعته اللي هو يترتب عليه إعادة طرح النزاع أمام محكمة إيه؟ الاستئناف. طب المعارضة؟ المعارضة هي طريق عادي للطعن برضو لأن هي من الطرق العادية في الأحكام، يسلكه من صدر عليه الحكم في غيبته، يعني هو متغيب وما كانش موجود ولا يعرف إن في قضية أصلا مرفوعة عليه ولا في حكم صدر ضده، فهنا لأول ما بيعرف على طول من حقه إنه يطعن بالمعارضة لأن الحكم كان حكم غيابي. في تعريف آخر اللي هو الطعن بالنقد. ايه هو الطعن بالنقد؟ هو طريق طعن غير عادي، احنا قلنا الطعن بالنقد والتماس اعاده النظر من طرق الطعن الغير ايه؟ الغير عاديه. يوجه الى الاحكام النهائيه الصادره عن المحاكم العاديه بهدف مراقبه صحه تطبيق صحه تطبيقها للقانون. الفكره بتاع الطعن بالنقد انا بطعن على الاحكام النهائيه الصادره من محاكم اللي هي اخر درجه، بطعن قدام محكمه النقد. الهدف من الطعن قدام محكمة النقد، على فكرة محكمة النقد لا بتعمل تحقيق ولا مرافعة ولا بتسمع لأي حد خالص، هي كل اللي فيها بتراجع صحة تطبيق القانون، يعني بتشوف القاضي بتاع محكمة الموضوع طبق القانون صح ولا طبقه غلط. ننتقل بعد كده لأسئلة أخرى زي بس ممكن تجي في الامتحان، تكلم عن اذكر باختصار، تكلم عن شروط، اذكر شروط، اذكر خصائص. فعندي برضو هنحاول نغطي اسئلة يعني كتيرة في المنهج، زي مثلا بيقول لك اكتب باختصار عن اختصاص النيابة العامة. الاختصاص دي مهمة جدا، على فكرة النيابة العامة هي المسؤولة عن تحريك الدعوة الجنائية. انا قلت لك ان في دعوتين، دعوة مدنية ودعوة جنائية. الدعوة الجنائية لما انت تكون قتلت شخص او عورت شخص فهنا ارتكبت جناية. ممكن الشخص اللي مات ده طبعا ممكن ما يعرفش هيجيب حقه ازاي، ده مات وممكن ما يكونش ليه اهل يجيبوا حقه، هنا هنعمل ايه؟ طبعا عندنا النيابه العامه هي المسؤوله، طالما دعوه جنائيه هي اللي تحرك الدعوه، طالما جريمه جنائيه هي المسؤوله عن تحريك الدعوه الايه؟ الجنائيه. وارد واحد ضرنا وعورنا او كان عايز يقتلني، مش شرط ان انا اللي هرفع الدعوه، لان النيابه برضو اللي هتحرك الدعوه الجنائيه، لان هدف النيابه مش حمايتي انا فقط لا غير، ولكن الهدف حمايه المجتمع ايه؟ ككل. فهنا النيابة هي المسؤولة عن تحريك الدعوة الجنائية. فإيه بقى اختصاص النيابة العامة؟ الاختصاص بتاعت النيابة العامة، واحد تحريك الدعوة الجنائية ومباشرتها، دي أول اختصاص وأهم اختصاص أصلا للنيابة العامة. اتنين المساهمة في تشكيل المحكمة، أي محكمة بتشكل من القاضي، كاتب جلسة، ممثل نيابة، أي محكمة جنائية، فهنا لازم عضو النيابة يكون موجود داخل المحكمة الإيه؟ الجنائية. ثلاثة تنفيذ الأحكام الواجب التنفيذ الصادرة في الدعوة الجنائية، هي مش بتنفذ على المتهم، هي مسؤولة وبتتأكد إن الحكم اللي صدر على المتهم بيتنفذ ضده، هي مش بتروح هي اللي تقبض على المتهم، لا طبعا، اللي بيقبض على المتهم طبعا بإذن من النيابة بيبقى مثلا مأمور الضبط الإيه؟ المأمور الضبط اللي هي السلطة، بتبقى سلطة تنفيذية. الثلاثة أو أربعة الإشراف على السجون والأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، بتعمل إشراف، دايما بنسمع إن إيه تم ذهاب وفد من النيابة العامة للإشراف على السجون، فهي بتشرف على السجون والأماكن اللي بتنفذ فيها الأحكام، ده برضو من ضمن اختصاصاتها. خمسة رعاية مصالح الغائبين وعديمي الأهلية والتحفظ على أموالهم، واحد راح الشغل تغيب ما رجعش يوم اتنين تلاتة شهر سنة ما نعرفش عنه أي حاجة خالص،
ما نقدرش طبعا من اول ما يتغيب من اول يوم ولا اول شهر نقول خلاص ان هو مات ونعتبره ان هو مات. لا طبعا القانون قسمها على حسب هو فقدناه في حرب ولا فقدناه مثلا في سفر او في سفينه او في بحر، على حسب يعني. فاحنا بننتظر لغايه حكم المحكمه ما تحكم ان هو مات. طب هو قبل الفتره دي كلها قبل ما المحكمه تحكم الاموال بتاعته هنتصرف فيها ازاي؟ هنوزعها على الورثه والكلام ده كله ولا نعمل فيها ايه؟ فقال لك لا طبعا بتتحفظ عليها النيابه العامه، فهي بتراعي مصالح الغائبين وعديم الاهليه وبتتحفظ على اموالهم. في برضه اختصاصات اخرى للنيابه العامه زي الاشراف على تحصيل الغرامات والرسوم المقرره بالقوانين. هي مش بتيجي تحصل منك الغرامه، لا طبعا هي يعني بتشرف على تحصيل الغرامات المفروض عليك. 7 عرض قضايا الاعدام على محكمه النقد، ممكن تعرض قضايا الاعدام على محكمه النقد وتطلب من محكمه النقد انها تصدر حكم بالاعدام. هي طبعا بتطلب من المحكمه بتاعه النقد، وارد توافق وارد ما توافقش. المحكمه بتاعه النقد بتراجع الاول صحه تطبيق محكمه الموضوع للقانون، اتاكدت ان الحكم صح هتصدر الحكم بتاعها. رقم 8 اصدار الاوامر الجنائيه لتنقضي بقى الدعوه الجنائيه. زي ما انا قلت لك من شويه ممكن النيابه العامه تصدر امر بلاغه لقيام دعوه، ممكن تصدر حاجه اسمها حفظ ذري، ممكن تصدر حاجه تسمى امر جنائي اللي هو الامر اللي بيصدر من النيابه او من قاضي التحقيق بناء على اطلاع على الاوراق من غير اجراء مرافعه او سماع شهود. يعني وارد ان احنا نصدر حاجه تسمى امر جنائي لو كانت الجريمه اللي قدامنا جريمه تافهه، مخالفه مثلا او جنحه، بس لازم تكون حاجه تافهه خالص، تمام؟ لان اقصى يعني عقاب في الامر الجنائي بيكون غرامه. في بعد كده تمثيل النيابه الزامي في قضايا الاحوال الشخصيه للولايه على النفس، طبعا بيبقى تمثيلها في اي قضايا احوال شخصيه لو كانت تتعين مثلا شخص والي على نفس الطفل، فهنا بتبقى تمثيلها تمثيل اجباري، ودي طبعا من ضمن اختصاصات النيابه العامه. سؤال اخر بيقول لك اكتب بالتفصيل في الجرائم يتوقف فيها رفع الدعوه الجنائيه على تقديم شكوى من المجني عليه. خلي بالك احنا قلنا ان النيابه العامه من حقها تحرك الدعوه الجنائيه، صح كده؟ ولكن هناك قيود يحظر فيها على النيابه العامه تحريك الدعوه الجنائيه الا اذا تم تقديم شكوى او طلب او اذن. يعني في 3 قيود على النيابه العامه بيقعوا على النيابه العامه في تحريك الدعوه الجنائيه. في بعض الجرائم ما ينفعش النيابه العامه تحرك فيها الدعوه الجنائيه الا لو الشخص المجني عليه قدم شكوى. في بعض جرائم ما ينفعش النيابه العامه تحرك فيهم الدعوه الجنائيه الا ما يتقدم مثلا من رئيس المصلحه او المسؤول يتقدم منه طلب لتحريك الدعوه. في برضه بعض الجرائم لا يجوز النيابه تحرك فيها الدعوه الجنائيه على اشخاص معينه الا لما تاخد اذن. طب تعالى ناخد مثلا الجرائم اللي توقف فيها رفع الدعوه الجنائيه بناء على تقديم شكوى، يعني النيابه مش هتنفع تحرك الدعوه الجنائيه الا لما الشخص المجني عليه يقدم لك ايه؟ شكوى. قدم شكوى هتحرك الدعوه، ما قدمش شكوى لا يجوز تحريك الدعوه الجنائيه هنا. زي الجرائم بقى، انا عندي جرائم كتير. 1 جريمه سب الموظف العام او مكلف بخدمه عامه بسبب وظيفته. جرائم السرقه بين الاصول والفروع والازواج، اهم حاجه سرقه ما بين اصول وفروع وازواج، ما بين الاهل بعضهم البعض. رقم 3 جريمه امتناع المحكوم عليه عن دفع نفقه او اجره حضانه او رضاعه لو كانت المحكمه حكمت على الزوج بنفقه وما دفعهاش، ما ينفعش النيابه تحرك الدعوه الا لما الزوجه هي اللي تقدم الشكوى. جريمه السب والقصف العنيف المضمن طعن في الاعراض، لو واحد بيغلط في عرض شخص او في عرض واحده والكلام ده كله بيتكلم عنها بالسوق، برضه ما ينفعش النيابه تحرك الدعوه الا لما هي تقدم الشكوى. جرائم ثانيه جريمه الحدث سيء السلوك الخارج عن سلطه ابيه وامه، الحدث اللي بيتعامل مع ابوه وامه او سيء السلوك مع الاب والام، برضه ما ينفعش النيابه تحرك الدعوه ضده الا لما الاب والام يشتكوا. جريمه السب او القصف بطريق النشر في المطبوعات والجرايد، لو حد بيعمل سب وقصف لحد في الجرايد بيكتب كده مثلا عنه كلام سيء في جريده. 7 ارتكاب فعل مخل في غير علانيه، لو حصل فعل مخل في غير علانيه برضه النيابه العامه مش هينفع تحرك الدعوه الا لما الشخص المضرور هو اللي هيقدم الشكوى. جريمه زنا الزوجه او زنا الزوج او زنا الزوجه برضه لازم واحد فيهم هو اللي يقدم الشكوى الاول بعد كده النيابه تحرك ايه؟ الدعوه. يبقى دي جرائم يتوقف فيها تحريك الدعوه الجنائيه من النيابه العامه الا لما يتقدم ايه؟ شكوى. طب في حالات تانية بيتوقف فيها على النيابه العامه تحريك الدعوه الجنائيه بناء على طلب. طلب كتابي، يعني يا نيابه اول ما تقدم لك طلب حرك الدعوه، لو ما تقدمش ليك الطلب لا يجوز لك تحريك الدعوه. زي 1 العيب في حق دوله اجنبيه معتمده في مصر،
هنا لازم يتقدم الطلب الاول من وزير العدل. اول ما وزير العدل بيقدم الطلب ساعتها النيابه العامه تحرك الدعوه لايه؟ الجنائيه. ما قدمش الطلب لا يجوز للنيابه العامه تحريك الدعوه الجنائيه. 2 العيب في حق رئيس او ملك دوله اجنبيه، يبقى غلط في دوله اجنبيه او الغلط في رئيس دوله اجنبيه، لازم هنا اللي بيقدم الطلب يكون وزير ايه؟ العدل. اول ما يقدم الطلب النيابه تحرك الدعوه. 3 جرائم التهرب الضريبي، لو انت تهربت من الضرائب، انا كنيابه ما اعرفش، اكيد لازم يقدم لي الاول وزير الماليه الطلب ان انت تهربت من الضرائب، ساعتها احرك ضدك الدعوه. 4 جرائم التهرب الجمركي، واحد جاي وتهرب من الجمارك، انا كنيابه برضو مش هعرف ان انت تهربت، فاكيد لازم مدير عام الجمارك هو اللي يقدم لي طلب. رقم 5 جرائم التعامل بالنقد الاجنبي، التلاعب بالعمله، لو حد بيتلاعب بالعمله فهيدمر الاقتصاد او هياثر على الاقتصاد، ففي الحاله دي لازم ايه؟ وزير الاقتصاد هو اللي بيقدم الطلب للنيابة، والنيابة بعد كده تحرك الدعوة. 6 جرائم إهانة الهيئات النظامية، لو مثلا حد هان مجلس الشعب مثلا مجلس الشورى، فلازم رئيس المصلحة هو اللي بيقدم طلب، ساعتها النيابة العامة بتحرك الإيه؟ بتحرك الدعوة. طيب كده أنا عندي دول 6 حالات بتوقف فيهم رفع اللي هو رفع الدعوة الجنائية إلا بناء على تقديم طلب إيه؟ كتابي. خلي بالك لازم تبقى عارف مثلا العيب في حق دولة أجنبية مين اللي بيقدم طلب، لازم تبقى عارف مثلا وزير العدل. مثلا جرائم إهانة الهيئات النظامية لازم انت عارف تبقى عارف مين هيقدم الطلب، رئيس المصلحة. مثلا جرائم التهرب الجمركي لازم تبقى عارف اللي هيقدم الطلب مدير عام الايه؟ الجمارك، لان وارد تيجي لك في الامتحان مثلا في اختيارات او في اكمل. طيب في اسئلة تانية، حالات تحريك الدعوة الجنائية من محكمة الجنايات. ايه ده؟ انت لسه قايل من شوية ان اللي بيحرك الدعوة الجنائية النيابة العامة هي المسؤولة عن تحريك الدعوة الجنائية. القانون قال لك اكيد، ولكن هناك اشخاص اخرى غير النيابه العامه من حقهم هم كمان يحركوا الدعوه الجنائيه، ولكن في حالات معينه، زي مثلا محكمه الجنايات، زي محكمه النقد، زي المدعي بالحق المدني، زي المحاكم اثناء الجلسات. انا عندي الاربعه دول من حقهم هم كمان يحركوا الدعوه الجنائيه، تمام؟ هو المسؤول، هو الاصل ان النيابه العامه هي المسؤوله عن تحريك الدعوه الجنائيه، ولكن القانون قال هناك اشخاص اخرى يجوز ان يتحرك الدعوه الجنائيه بس اذا توفرت حالات معينه. اول حاجه مثلا عندنا حالات تحريك الدعوه الجنائيه من محكمه الجنايات، ممكن محكمه الجنايات هي كمان تحرك الدعوه الجنائيه مش النيابه. امتى؟ 1 اذا رات المحكمه ان هناك متهمين غير من اقيمت عليهم الدعوه، يعني النيابه حركت دعوه ضد متهم واحد، تمام، والمحكمه بتحقق مع المتهم اكتشفت ان في اكتر من متهم، مش متهم واحد ده، في 2 أو 3، هل هننتظر النيابه تيجي تحرك الدعوه ضد المتهم الاخر؟ لا طبعا، من حق محكمه الجنايات ان هي تحرك الدعوه ايه؟ على طول. 2 اذا رات المحكمه ان هناك وقائع اخرى غير مسنده للمتهم، النيابه لما حققت اسندت للمتهم جريمه واحده، واثناء ما المحكمه بتحقق اكتشفت ان المتهم ارتكب اكتر من جريمه، يبقى من حق المحكمه هنا تعمل ايه؟ من حق المحكمه بتاعت الجنايات تحرك الدعوه. 3 اذا وقعت من المتهم افعال من شانها الاخلال باوامر المحكمه او الاحترام، المتهم غلط في القاضي مثلا وهو اثناء محاكمته وهو داخل القفص، من حق طبعا، مش هنستنظر النيابه العامه ان هي تيجي تحرك الدعوه، من حق هنا طبعا ايه؟ القاضي اثناء الجلسه يحرك ضده الايه؟ الدعوه. طيب على فكره لو كان المتهم ارتكب جريمه جنايه القاضي لازم يحيل الدعوه للنيابه والنيابه تحقق فيها وبعد كده يحيلها للمحكمه، اما جنحه ومخالفه من حق القاضي ان هو يصدر حكم فيها وقتي على طول، لانها جنحه ومخالفه بتبقى حاجه سهله يعني جريمه بسيطه عكس الجنايه. طيب في بعد كده اكتب عن سلطه محكمه النقد في اقامه الدعوه الجنائيه، كذلك برضو محكمه النقد قلت من حقها ان هي تحرك الدعوه الجنائيه، امتى؟ حاله نظر الموضوع بناء على الطعن المره التانية. لو كان لتاني مره نطعن قدام محكمه النقد لا خلاص بقى محكمه النقد اللي تولى الامور فهي اللي بتحرك الدعوه الايه؟ الجنائيه، بس لو كان للطعن للمره الثانيه مش الاولى، المره الثانيه. 2 اذا وقعت افعال من شانها الاخلال باوامر المحكمه زي ما قلنا كده في محكمه الجنايات، لو برضو المتهم ارتكب داخل القفص اي جريمه، اهان حد او شتم حد او غلط في حد او ارتكب اي جريمه ضرب او جرح او قتل مثلا، ساعتها محكمه النقد هتختص بنظر بتحريك الدعوه الجنائيه ضده. طيب احنا قلنا في بداية التعريفات ان انا عندي دعوتين، دعوة مدنية ودعوة جنائية. تعالى قلنا برضو المثال بتاعها، انا راكب عربية واحد جه اعتدى عليا وعورني وكسر العربية، يبقى كده ارتكب كام جريمة؟ 2 دعوة مدنية ودعوة جنائية. الدعوة المدنية انا بطالب فيها اولا برفعه قدام محكمة مدنية، والدعوة الجنائية برفعه قدام محكمة جنائية. الدعوة المدنية اللي هي قدام المحكمة المدنية بطبق عليها قانون بيسمى قانون المرافعات المدنية والتجارية، أما الدعوة الجنائية بطبق عليها قانون الإجراءات الجنائية.
الدعوه المدنيه انا بعاقبك على الضرر، يعني لازم يكون اصابني ضرر، يعني انت مسكت حاجه وحذفتها على العربيه بتاعتي لازم العربيه تتكسر، يحصل فيها حاجه، حاجه تبوظ فيها، فلازم يكون اصابني ضرر. طب واحد مسك مثلا طوبه وحذفها على العربيه وما جاتش فيها، هل هنا ينفع احرك دعوه مدنيه؟ اكيد طبعا لا، لان لازم يكون اصابني ايه؟ ضرر. يبقى في الدعوه المدنيه بحركها لما يكون اصابني ضرر، اما في الدعوه الجنائيه انا مش بعاقبك على الضرر، انا بعاقبك على الفعل. يعني وارد واحد يمسك سلاح يجي يضربني ما تجيش فيا، بس هنا ارتكب جريمه خلاص، فهنا هيبقى مثلا شروع في القتل، فهنا هعاقبه رغم ان الرصاصه ما جاتش فيا، لان انا في الدعوه الجنائيه بعاقبك على الفعل مش على الضرر. طيب امتى بقى تنقضي الدعوه الجنائيه؟ انا حركت ضدك دعوه جنائيه قدام محكمه جنائيه، امتى تنقضي الدعوه الجنائيه؟ واحد، الوفاء. هو انا هدفي ايه من الدعوه الجنائيه؟ انا هدفي من الدعوه الجنائيه معاقبه المتهم وحبسه عشان هو ضرني، عشان هو عورني، تمام. اما في الدعوه المدنيه انا كان هدفي منه ايه؟ انا مش هدفي حاجه خالص، مش عايز احبسه، انا عايز تعويض عن الاضرار اللي اصابتني، ده في المدني. اما في الجنائي انا عايز احبسه، تمام. فهنا لو الشخص مات في الدعوه الجنائيه، مات الشخص المتهم، مات، هحبس مين؟ هحبس حد غيره؟ اكيد لا طبعا. فهنا تنقضي الدعوه الايه؟ الجنائيه بوفاه المتهم. يبقى واحد، الوفاه. اثنين، مضي المده. لازم عشان تحرك الدعوه قدامك مده معينه، عندك مثلا 10 سنين في الجنايات، 3 سنوات في الجنح، سنه في المخالفات. لو عدت المده دي هتسقط او هتنقضي الدعوه الجنائيه. ثلاثة، العفو عن الجريمة. لو صدر عفو شامل عن الجريمة اللي الشخص ارتكبها كده انقضت الدعوة الجنائية. أربعة، الصلح. زي مثلا أنا كنت متهرب من الضرائب وحصل ما بيني وما بين الضرائب صلح، تنقضي الدعوة الجنائية لو كانت مصلحة الضرائب رفع علي دعوة. خمسة، التنازل عن الشكوى أو الطلب من الشاكي. لو حصل تنازل عن الشكوى أو الطلب من الشاكي في الحالة دي برضه هتنقضي الدعوة الإيه؟ الجنائيه. طبعا دي في الجرائم اللي بيتوقف فيها تحريك الدعوه بناء على شكوى، زي مثلا الجرائم اللي ما بين الاصول والازواج والفروع والاصول والازواج، تمام. ستة، الحكم البات. طبعا طبيعي اي دعوه سواء مدنيه او جنائيه بتنقضي بصدور الحكم البات. الحكم البات اللي هو الحكم الذي لا يقبل الطعن، اللي هو الحكم الواجب النفاذ، اللي هو استنفذ جميع طرق الطعن، فبالتالي خلاص هيتنفذ على اي ايه؟ على اي شخص طالما صدر ضده. طيب في بعد كده شروط صحه الحكم البات. انا عشان اقول الحكم البات اللي صدر حكم صحيح فهناك شروط. واحد، ان يكون الحكم بات. بات يعني استنفذ جميع طرق الطعن. اثنين، ان يكون الحكم قد فصل في موضوع الدعوه. اهم حاجه عشان نقول عليه حكم بات يكون فاصل في الموضوع. نفترض الجريمه اللي قدامي جريمه قتل. لو القاضي حكمت المحكمه على المتهم بالاعدام نظرا لجريمه قتل، كده القاضي فصل في الموضوع بتاع الدعوه، اصدر حكم. طيب موضوع دعوه جريمه قتل، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوة، هل هنا القاضي فصل في الموضوع؟ لا، ده لسه ما اتكلمش في الموضوع، ده هو قال لك أنا غير مختص، ينفع أقول إن دوت حكم بات؟ لا طبعًا، خلاص؟ فلازم أن يكون عشان نقول عليه حكم بات أن يكون فاصل في موضوع الدعوة. ثلاثة، أن يكون الحكم قضائي، لازم طبعًا أي حكم يكون صادر من جهة إيه؟ قضائية، لا يصدر من جهة تشريعية ولا من جهة تنفيذية، الحكم بيصدر من الجهة الإيه؟ القضائية. طيب قيود رفع الدعوة المدنية أمام المحاكم الجنائية. إحنا قلنا من شوية الدعوة المدنية بتترفع قدام محكمة مدنية، والدعوة الجنائية بتترفع قدام محكمة جنائية، ودي بطبق عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية، والدعوة الجنائية بطبق عليها قانون الإجراءات الجنائية. طب هو أنا ينفع أحرك الدعوة المدنية قدام محكمة جنائية؟ يجوز إن أنت تحرك الدعوة المدنية قدام محكمة جنائية، ولكن لا يجوز تحريك الدعوة الجنائية قدام محكمة مدنية، لأن المحكمة الجنائية هي المحكمة الأكبر، فهي اللي هتشمل سواء مدني أو جنائي. طب أنا عشان أحرك الدعوة المدنية قدام محكمة جنائية هناك قيود. واحد، لازم أن تكون الدعوة الجنائية حركت أمام القضاء الجنائي قبل المدني. عشان أحرك المدني قدام الجنائي لازم أن أكون حركت الجنائي الأول، أبدأ الأول بالجنائي. اثنين، وحدة الدعوتين سواء الدعوة المدنية أو الدعوة الجنائية من حيث الموضوع والخصوم والسبب.
3 عدم قيام المدعي المدني برفع دعوى امام القضاء المدني المطالبه بالتعويض. ما انت مش معقول هترفع دعوى مدنيه قدام المدني قدام محكمه مدنيه قدام محكمه جنائيه، يعني هتاخد حقك مرتين؟ اكيد لا طبعا، انت بترفعها قدام محكمه واحده. فانت لو رفعت الدعوى قدام المدنيه قدام محكمه مدنيه يبقى خلاص مش هينفع تحرك الدعوى المدنيه قدام محكمه جنائيه. انما لو ما رفعتهاش من حقك مفيش مشكله ترفع الدعوى قدام محكمه جنائيه. رقم 4 عدم انقضاء الدعوى الجنائيه. خلي بالك مش انا قلت لك لازم تكون الدعوى الجنائيه اتحركت الاول؟ طيب تمام، يبقى اهم حاجه ما يكونش الدعوى الجنائيه انقضت انتهت، لان لو انتهت مش هينفع تحرك الدعوى المدنيه قدام محكمه جنائيه. رقم 5 الا تكون المحكمه الجنائيه غير مختصه بنظر الدعوى الجنائيه. طب لو نفترض المحكمه الجنائيه قالت لك انا غير مختصه اصلا بنظر الدعوى الجنائيه، ينفع تختص ساعتها بالدعوى المدنيه؟ لما هي مش مختصيه بالاصل هتختص بالفرع بتاعها؟ اكيد لا طبعا. طيب اسباب انقضاء الدعوه المدنيه عندي 4 اسباب. وفاه خلي بالك احنا قلنا من شويه اسباب انقضاء الدعوه الجنائيه كانت وفاه المتهم، مات الوفاه مات الشخص اللي هو المتهم. اما اسباب انقضاء الدعوه المدنيه مش انا قلت لك من شويه ان انا في الدعوه المدنيه انا عايز منك ايه؟ تعويض. يبقى امتى تنقضي الدعوه؟ وفاء المتهم بالدين المدني، لو المتهم دفع الفلوس اللي عليه تنقضي الدعوه المدنيه. خلي بالكوا في فرق، دي وفاء ودي وفاة المتهم، ده مات وده دفع اللي عليه. 2 تنازل المدعي بالحق المدني صراحة عن حقه، لو المدعي بالحق المدني قال لك مش عايز حقي هو تنازل خلاص. 3 تقادم الحق المدني بمضي المدة الايه؟ القانونية. والمدة هنا عكس الدعوة الجنائية كنا قلنا 10 سنين في الجنايات و 3 سنين في الجنح وسنة في المخالفات، لا هنا هنقول 3 سنوات من تاريخ علم المضرور بالضرر. هو عرف النهارده يبقى قدامه 3 سنين يحرك الدعوى المدنيه، عرف الضرر ان الضرر حصل عليه النهارده يبقى قدامه 3 سنين، او من وقت حدوث الضرر 15 سنه من وقت حدوث الضرر، يعني الضرر حصل النهارده وما كانش على علم، لو عدى عليه 15 سنه حتى لو ما كانش على علم وعرف فين وفين، طالما عدى 15 سنه يبقى مش من حقه يحرك الدعوى المدنيه. 4 صدور حكم بات، وانا قلت لك طالما صدر حكم بات سواء دعوه مدنيه او دعوه جنائيه تنقضي الدعوه الايه؟ تنقضي اي دعوه سواء مدنيه او جنائيه بصدور الحكم الايه؟ البات. سؤال اخر، صور تصرف النيابه العامه في ضوء الاستدلال. صور تصرف النيابه العامه في ضوء الاستدلال 3 صور، وارد لما النيابه العامه تستدل عن جريمه قدامها 3 حلول تعملهم. 1 اما تحرك الدعوه بحاله المتهم للمحاكمه في الجنايات والجنح، اما في الجنايات طبعا لابد ان هي تعمل ايه؟ تحقيق. يعني طبعا اكيد لو لقت ان فعلا في جريمه قدامنا وفي متهمين فلو كانت جنحه ومخالفه هتحلها على طول للمحكمه، اما لو كانت جنايه هتضطر تعمل تحقيق بعد الاستدلال، تعمل تحقيق وبعد كده تحلها للمحكمه. 2 وارد ان هي ترى ان الاستدلالات اللي قدامها المعلومات اللي جمعتها غير كافيه وتستلزم استكمال وتحتاج لاجراء ايه؟ تحقيق، يعني شايفه ان الاستدلالات اللي عاملها غير كافيه فهتضطر ايه؟ تقول لك لا هنستكمل الاستدلالات بتاعتنا، فكده مش هتحيل الدعوه للمحكمه اكيد. 3 ترى ان الشبهات لا اساس لها من الصحه فتامر بحفظ الدعوه زي ما قلت لك في الامر بلوجه لاقامه الدعوه او الحفظ الاداري، لو لقت ان الجريمه اللي انت بتقول عليها ما فيش جريمه اصلا او الفعل اللي حصل ده فعل مباح او فعل مشروع، ففي الحاله دي هتعمل ايه؟ هتؤمر بحفظ الدعوه. سؤال اخر، اكتب دون شرح الحالات التي يجب توفرها لاعتبار الجريمه متلبسا بها. انا قلت لك في التعريفات اتكلمنا عن التلبس وقلت لك ان القانون ذكر حالات التلبس على سبيل الحصر 5 حالات، لو لقيت اي حاله من دول تعتبر الجريمه هنا في حاله ايه؟ تلبس. 1 مشاهده الجريمه حال ارتكابها، لو انا شفت الجريمه بتحصل قدامي ما دي حاله تلبس، شفتها بعيني. 2 تتبع المجني عليه او العامه مرتكبه اثر وقوعه، الناس بتجري ورا مثلا اللي سرق او اللي قتل، امسك امسك حرامي مثلا، او بيجري ورا واحد ارتكب الجريمه، فكده معناتها ان انا برضو شفت الجريمه في حاله تلبس. 3 مشاهده الجريمه عقب ارتكابها ببرهه يسيره، انا ما شفتش الجريمه لحظه وقوعها بس شفت المجني عليه وهو بيطلع الروح، شفته وهو بيقع ومتاثر بالجرح بتاعه، تمام؟ فهنا يعتبر شفتها بس بعد فتره بسيطه. 4 وجود مرتكب الجريمه بعد وقوعها بوقت قريب حامل اشياء تدل انه فاعل الجريمه، اللي مات قدامي مات بسلاح معين وفجاه لقيت واحد ماسك السلاح دوت فعلا وباين عليه اثار ان هو اللي ارتكب الجريمه، يبقى حاله تلبس. 5 اذا وجد على مرتكب الجريمه بعد وقوع بوقت قريب اثار تفيد انه فاعل او شريك في الايه؟ الجريمه، زي مثلا اثار دم على ايده مثلا، فبنسبه كبيره وارد يكون هو اللي مرتكب الايه؟ الجريمه، فدي تعتبر حاله ايه؟ تلبس. سؤال اخر، طب انا قلنا عرفنا ان حالات تلبس 5 حالات،
ولكن لو لاحظت ان هي بتحصل قدامي بالصدفه، انا مش محضر ليها، ولا ان انا براقب ولا بتتبع ولا بتصنت والكلام ده كله، صح؟ فدي حاله لبس. اما عندي صور اخرى بتسمى اجراءات باطله لا تقوم بها حاله التلبس، يعني لو حصل تبقى اسمها اجراءات باطله وما ينفعش ساعتها اقول ان دي حاله تلبس. امتى؟ التصنت، واحد قاعد بيسمع ايه اللي بيحصل جوه وبعد كده جه قال لك دي حاله تلبس. لا طبعا، انت ما ينفعش تتصنت. التلبس بالصدفه كده حصل معاك زي الحالات اللي احنا قلناها الخمسه. 2، التصور، بينط من على السور ويتابع اللي بيحصل. اختلاس النظر من ثقوب الابواب، واحد بيبص كده من الثقوب بتاعت الابواب كده يشوف ايه اللي بيحصل جوه. 4، بطلان العيب في اذن النيابه بالقبضه والتفتيش. الاذن اصلا بتاع النيابه اللي صدر اذن باطل، سواء كان اذن بالقبضه او الايه او التفتيش. خلي بالك المقصود هنا كان مثلا بتاع مامور الضبط القضائي، لان مامور الضبط لا يجوز ان هو يقبض على المتهم او يفتشه الا اذا كان معاه اذن مسبب من سلطه التحقيق، من قاضي التحقيق او من النيابه الايه العامه. اما دور اصلا مامور الضبط هو حاجه واحده فقط لغير، اللي هو الاستدلال، دوره ان هو يجمع معلومات عن الجريمه اللي حصلت. لا من حقه يقبض على حد ولا من حقه ان هو يفتش حد، ولكن امتى يفتش او يقبض على حد؟ لو كان معاه اذن مسبب من النيابه او كانت الجريمه في حاله تلبس، في الحاله دي من حقه ان هو يقبض او ايه او يفتش. في بعد كده الشروط الموضوعيه لتفتيش المساكن. خلي بالك انا عندي شروط موضوعيه وشروط شكليه، وارد جدا يجيب لك في الامتحان اي سؤال منهم. الشروط الموضوعيه لتفتيش المساكن: ان يكون الاتهام الموجه للشخص الذي يفتش منزله قائما على دلائل كافيه، معايا ادله تثبت ان فعلا في حاجه جوه تثبت ان هو اللي ارتكب الجريمه فهضطر افتشه. ان تكون الجريمه التي يجرى التفتيش بشانها يا جنايه جنحه، انا ما بفتشكش في المخالفات، لازم تكون ارتكبت يا جنايه يا جنحه عشان افتشك. 3، ان يبين في اذن التفتيش المسكن المراد تفتيشه واسم الشخص الذي يقيم فيه والمواجهه للاتهام. طبعا اذن التفتيش مش بيطلع بشكل عام اللي هو فتش اي شخص فتش اي مسكن، لا طبعا بنحدد مين الشخص اللي احنا هنفتشه وايه المسكن بالظبط وعنوانه فين. في بعد كده الاجراءات، او في عندي اجراءات التحقيق التي تهدف الى وصول المتهم امام المحقق ومنعه من الهروب. اجراءات التحقيق التي تهدف الى وصول المتهم امام المحقق ومنعه من الهروب 3 اجراءات: امر بالحضور، امر بالقبض والاحضار، حبس احتياطي. طبعا الامر بالحضور اللي احنا قلناه من شويه، اللي انا ببعت دعوه للمتهم انه يحضر في مكان وزمان معين، حضر اهلا وسهلا، ما حضرش ما فيش مشكله، يعني ليه يلبي الدعوه ليه يرفضها، ولكن لو هيرفضها لازم يقدم عذر ايه مقبول. امر بالقبض، لو هو رفض يجي وما قدمش عذر مقبول هلغي الامر بالحضور واخليه امر بالقبض والاحضار. وطبعا الامر بالقبض والاحضار هنذكر كمان شويه ليها حالات معينه. وبعد كده الحبس الاحتياطي برضه اللي انا قلت لك ان انا بحبسه حبس خوفا ان هو يهرب او يخفي الادله او يؤثر على الشهود. في بعد كده حالات يجوز فيها اصدار الامر بالقبض والاحضار. امتى بقى بصدر الامر بالقبض والاحضار؟ انا عندي 4 حالات مهمين جدا. 1، لو انا بعت دعوه للمتهم ان هو يحضر في مكان وزمان معين وما حضرش هلغي الامر بالحضور واخليه امر بالقبض والايه والاحضار، يبقى اذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول. 2، اذا خيف هربه، لو انا خفت من هروبه ان هو يهرب فانا في الحاله دي برضه هضطر اقبض عليه. اذا لم يكن له محل اقامه معروف، طب انا هبعت له امر بالحضور فين وانا ما اعرفلوش اصلا سكن، ما اعرفلوش محل اقامه يعني ثابت، هعمل ايه؟ هقبض طبعا عليه، هعذر امر بالقبض والاحضار وليس امر بالحضور. اذا كانت الجريمه في حاله تلبس، يعني واحد مثلا شافه بيرتكب الجريمه قدامي اقول له تعالى بكره عندك تحقيق؟ اكيد لا طبعا، فانا هقبض عليه، يبقى الامر لا يظهر يبقى امر ايه؟ بالقبض والاحضار وليس امر بالايه؟ بالحضور. طيب قلنا في برضو اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه في التعريفات، الامر بالاب على وجه لاقامه الدعوه والحفظ الاداري. ما ينفعش النيابه او قاضي التحقيق هيصدر امر مثلا بل وجه لاقامه الدعوه او حفظ اداري الا اذا كانت هناك اسباب. فالامر بل وجه لاقامه الدعوه ليه اسباب قانونيه وليه اسباب موضوعيه، كذلك برضو الحفظ الاداري ليه اسباب قانونيه وليه اسباب ايه موضوعيه. وارد يجيب لك في الامتحان يقول لك اذكر مثلا الاسباب القانونيه للامر بل وجه لاقامه الدعوه او الاسباب الموضوعيه للامر بل وجه لاقامه الدعوه. تمام، ممكن يقول لك اذكر الاسباب بتاعت الامر بل وجه لاقامه الدعوه بشكل عام، فتضطر ساعتها تكتب الاسباب القانونيه والاسباب الموضوعيه. طب ايه هي الاسباب القانونيه؟ زي توافر سبب اباحه او عذر معفي من العقاب، زي مثلا لو واحد مجنون ده اكيد مش هنعاقبه. انقضاء الدعوه الجنائيه، انتهت المده اللي احنا قلنا عليها، زي مثلا لما قلنا في الجنايات 10 سنين وفي الجنح 3 سنين وفي المخالفات سنه. طيب اسباب موضوعيه زي عدم كفايه الادله. بص الاسباب بقى الموضوعيه هتلاحظ ان هي كلها عدم عدم عدم،
عدم كفايه الادله، الادله قدام غير كافيه، عدم معرفه الفاعل، زي مثلا واحد سرق العربيه بتاعتي وما اعرفش مين اللي سرقها فرفعت دعوى النيابه ما عرفتش توصل مين اللي سرق، نحكم ضد اي حد وخلاص ولا هنا نصدر امر بلاغ لقوم دعوى او نصدر حفظ اداري؟ اكيد طبعا هيبقى في يا امر بلاغ لقوم دعوى يا حفظ اداري اللي هو عدم معرفه الفاعل. ثلاثه عدم صحه الواقعه، زي مثلا واحد في عدم صحه الواقعه دي، واحد مثلا كان معاه مبلغ من الاموال حطه في مكان معين ونسي هو حطه فين وظن ان في حد سرقه فرفع دعوه بيقول ان في شخص سرق الاموال بتاعتي. النيابه بعد كده تحققت من الموضوع لقت ان هو اصلا عين المال بتاعه في مكان معين ونسي هو عباه فين، فطبعا هنا النيابه هتصدر امر بلاغ لقوم الدعوه بسبب عدم صحه الواقعه اللي هو اتهم فيها شخص اخر. طيب في بعد كده اسباب الحفظ، اللي هو الامر بالحفظ برضه انا قلت لك ليه اسباب قانونيه وليه اسباب ايه موضوعيه. عندي الاسباب الحفظ المستنده الى نصوص قانون العقوبات اللي هي الاسباب القانونيه، بس في اسباب عندي للحفظ ترجع الى قانون العقوبات وفي اسباب بترجع الى قانون الاجراءات. زي ايه مثلا الاسباب اللي بترجع لقانون العقوبات؟ وارد يجيبها لك في الامتحان يقول لك اذكر الاسباب اللي بترجع، اسباب الحفظ التي ترجع الى قانون العقوبات، واذكر مثلا اسباب الحفظ المستنده الى قانون الاجراءات. طب ايه بقى المستنده الى قانون العقوبات؟ واحد عدم انطباق قانون العقوبات على الواقعه، قانون العقوبات ما بيقولش ان دي اصلا جريمه. اباحه الفعل في ذاته لمثل الدفاع الشرعي، لو واحد بيدافع عن نفسه دفاع شرعي. امتناع مسؤوليه الجاني لمثل الجنون او صغر السن، طفل صغير صغر السن لو اقل من 7 سنين، الشخص الغير مميز او المجنون، فبالتالي برضو مش هنعاقبه، هنحفظ دعوه. توفر عذر معفي من العقاب كعذر التبليغ عن جريمه الاتفاق الجنائي. دي اسباب بترجع الى قانون العقوبات. طب في اسباب اخرى بترجع الى قانون الاجراءات، زي عدم تقديم شكوى او طلب او تنازل عنهما. خلي بالك القانون في الاجراءات اشترط ان لما تيجي تقدم الشكوى لو كانت الجرائم بتوقف تحريك الدعوه فيها بناء على شكوى، قال لك لازم تقدم شكوى في خلال 3 شهور. طب الشخص لو ما قدمش شكوى في خلال 3 شهور، هنا من حق النيابه ان هي تحفظ الايه الدعوه. 2 انقضاء الدعوه بمضي المده او بوفاه المتهم او بالعفو الشامل، ودي اللي احنا لسه ذاكرينها برضو من شويه. طب في الاسباب الموضوعيه، برضو نفس الاسباب الموضوعيه اللي انا قلتها في الامر بلاغ لقوم الدعوه هنذكرها برضو في الحفظ الاداري. عدم كفايه الادله، عدم معرفه الفاعل، عدم صحه الواقعه، وعدم الاهميه. اثار الامر بالحفظ، طب انا لو حفظت الدعوه ايه الاثار المترتبه على حفظ الدعوه؟ واحد لا يكسب المتهم، هو انا لما بحفظ دعوه كده معناتها المتهم بريء؟ اكيد لا طبعا. طب من حق النيابه تعدل عن الحفظ؟ لو ظهرت ادله جديده هتفتح الدعوه تاني. فلا يكسب المتهم حقا ولا يمنع النيابه من العدول عنه. 2 لا يجوز طعن فيه امام القضاء، مش من حقك تطعن قدام القضاء لو صدر حفظ اداري من النيابه. ولكن طب انا كده ما خدتش حقي وممكن تكون النيابه اخطات، اعمل ايه؟ قال لك من حقك تلجا الى الطريق الادعاء المباشر، ارفع الدعوه بشكل مباشر قدام المحكمه، بس مش هتطعن، هترفع دعوه قدام المحكمه. 4 لا يقطع التقادم الا اذا اتخذ في مواجهه المتهم. في الامر الجنائي اللي انا قلته لك برده من شويه اللي هو امر بيصدر من قاضي التحقيق او من النيابه العامه بناء على اطلاعه على الاوراق. يعني هنا امر جنائي بيصدر بشكل سريع. القاضي ما بيعملش لا بيسمع لا بيعمل مرافعه ولا بيسمع لشهود ولا بيسمع لمتهمين ولا اي حاجه خالص. انا بقدم له اوراق اقول له ليا حق عن شخص معين، بيطلع على الورق يصدر الامر. مش بيصدر حكم، بيصدر امر اسمه امر ايه؟ جنائي. لو لاحظنا كده الامر الجنائي دوت ليه مزايا؟ اكيد. ما لاحظتش ان فيه سرعه؟ ده الموضوع القاضي حكم فيه بسرعه، صح؟ طب نفترض ان هو مثلا جريمه يعني صغيره تافهه خالص، هل محتاجه بقى قاضي وجلسه ومحكمه ونجيب شهود ونجيب خصوم واوراق ومحامين؟ لا طبعا مش مستاهل. فاحنا هنوفر ايه؟ هنوفر في الفلوس، زائد كمان هوفر في الوقت بتاع القضاه والخصوم. يبقى ليها مزايا ولا ملهاش؟ ليها مزايا. ممكن يقول لك العله او السبب او المزايا بتاعت الامر الجنائي، 1 سرعه العداله، 2 توافر وقت القضاء والخصوم، 3 الاقتصاد في مصاريف الدعاوي الناشئه عن جرائم قليله الاهميه. بيجي سؤال تاني يقول لك وضح حالات رفض القاضي اصدار الامر الجنائي. على فكره اللي بيطلب من القاضي اصدار الامر الجنائي، القاضي ما ينفعش يصدر الامر الجنائي بشكل مباشر. هو اولا الامر الجنائي بيصدر من النيابه العامه او من قاضي التحقيق، بس القاضي ما ينفعش يصدر الامر الجنائي الا اذا طلبت النيابه منه اصدار الامر الجنائي. تمام؟ خلي بالك القاضي كده بيصدر امر، ممكن يصدر اوامر وممكن يصدر ايه؟ احكام، بس اللي احنا بنتكلم عنه هنا اوامر. حالات رفض القاضي اصدار الامر الجنائي، هو ممكن القاضي يرفض اصدار الامر الجنائي؟ هي النيابه طلبت منه، بس مش معنى النيابه تطلب منه ان هو لازم يصدر امر جنائي.
ممكن يرفض، بس عنده حالتين من حاله انه يرفض. واحد، اذا راى انه لا يمكن الفصل في الدعوه بدون تحقيق او مرافعه، شايف ان الاوراق اللي قدامه اوراق غير كافيه، فقال لك لا ده انا لازم اعمل تحقيق ولازم اعمل مرافعه، فبالتالي هيرفض اصدار الامر الجنائي وهيباشر الدعوه بالطريق العادي اللي هو سماع شهود ومرافعه والخصوم والمحامين وكل ده. اثنين، اذا راى ان الواقعه نظرا لثواب المتهم تستوجب توقيع عقوبه اشد من الغرامه، شايف ان المتهم ده سوابق، فهو الغرامه اصلا او العقاب في الامر الجنائي غرامه ولا تتعدى 1000 جنيه اصلا، تمام؟ طيب هنخش على سؤال تاني اللي هو القواعد العامه لتنظيم المحاكمات الجنائيه. انا عندي 5 قواعد عامة لتنظيم أي محاكمة جنائية، زي 1 مباشرة القاضي لإجراءات الدعوة، خلي بالك دي قدام ده التحقيق النهائي اللي هو قدام المحكمة، لأن في النيابة كان عندي حاجتين قاعدتين أو خاصيتين موجودين في قدام المحكمة في تحقيق قدام النيابة في التحقيق الابتدائي، كان اللي هو سرية التحقيق وتدوين التحقيق، تمام؟ أما بالنسبة للقواعد العامة لتنظيم المحاكمات الجنائية زي مباشرة القاضي لإجراءات الدعوة، لازم أن يباشر جميع الإجراءات بتاع الدعوة من